أغسطس 1945 تسقط قنبلة نووية على ناجازاكي، يموت مئات الآلاف من البشر إلا فريق طبي كان يعمل في مستشفى ناجازاكي اسمه دكتور أكوزوكي والمساعدين بتوعه. كان السبب الرئيسي للنجاة شوربة الميسو، صدر ذلك في كتاب سنة 1981. إيه شوربة الميسو دي؟ نعملها إزاي؟ إيه الخصائص اللي فيها وإيه الفوائد اللي فيها؟ ولماذا تعتبر من أكثر الحاجات السوبر فود على هذا الكوكب؟ إيه شوربة الميسو دي؟ شوربة الميسو دي شوربة يابانية بتتعمل من الفول الصويا المخمر، ولو اتفصلت كلمة فول الصويا المخمر نرميه في الشارع فول الصويا، لازم يبقى مخمر عشان الفايتو استروجين اللي فيه، حاجات اللي بتبوظ الاستروجينات. فدوم متعودين عليهم وبيشربوها ولغاية دلوقتي. ليه انا دايما في البيت عندي شوربة ميسو؟ وشرط شوربة الميسو اللي موجودة عندي في البيت تكون مخمرة اكتر من 180 يوم، مكتوب كده على العبوة. يعني دوروا على شوربة الميسو او اتعلموا ايتها السيدات ازاي نخمر فول الصويا 180 يوم في البيت وتعملوا منه شوربة لذيذة وطعمها يعني جميل قوي، عامل زي كده البيوريه نفس الطعم كده. ايه بقى الموضوع ده؟ الميسو دي لما يتخمر فول الصويا ويبقى شوربة ميسو عبارة عن ايه؟ هتكلم الاول فيها ايه وبعدين الفوائد. فيها ايه؟ اولا فيها فيتامين كاف واحد، فيها كالسيوم وفيها حديد، فيها سيلينيوم شوية قليلة، فيها منجنيز كتير، فيها كولين، وفي حاجه اسمها زيبوكولين. والزيبوكولين ده بيمسك الراديشن اللي بيجي بعد القنابل النوويه او التعرض لاشعاعات نوويه. فدي المكونات اللي فيها، الكولين والزيبوكولين اهم حاجتين فيها بالنسبه للراديشن. طيب دي يعني عاديه، يعني الحاجات دي ما هتلاقيها في اكل كتير، ولكن ايه الخصائص دي؟ لما فول الصويا يتخمر اكتر من 180 يوم يطلع عليه فطر اسمه اسبرجيلاس اورازيا. اسبرجيلاس اورازيا ده بيطلع على فول الصويا لما يتخمر لمده طويله، وده بيشتغل كبري بايوتيك رائع وليس بروبايوتيك. هو مش بكتيريا، هو بيعمل بري بايوتيك، بياكل البكتيريا اللي فيه الجت. يبقى اول حاجه لما تكون متخمره يطلع الفطر ده يعمل بري بايوتيك اللي هو يغذي البكتيريا اللي في الجت. يبقى دي الحاجات اللي موجوده فيها. الفوائد بقى ادخل في الموضوع. اول حاجه بيحسن الهضم ويمنع الغازات ويحسن البكتيريا النافعه ويصلح مشاكل القولون بما فيه من معادن ويغذي البكتيريا النافعة. اتنين، ليه علاقة انه بيقلل الكوليسترول الضار اللي في الدم ويحمي القلب من الجلطات. عملوا تجارب على الفيران، لقوا، حطوا لكم المصادر تحت، لقوا الفيران اللي بتستخدم شوربة الميزو بيأكلوا الفيران شوربة ميزو واحنا بندور عليه هنا. لا 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 الله. الكوليسترول بيبقى قليل وامراض القلب بتقل كتير. تلاتة، بيزود المناعة. اي حاجة تصلح الميكروبيوم المناعة بتزيد، بالفيتامينات والمعادن بتزيد، البري بايوتيك مهم جدا لانه بيزود المناعه، كل ده فيزود مناعتك. الحاجه الرابعه السرطانات، بيقلل السرطانات بشكل كبير وخصوصا سرطان الرئه وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان المعده. اتعملت ابحاث لغايه سنه 2011 في جامعه هيروشيما في اليابان على دور شوربه الميزو في تقليل من السرطانات بما فيها من تقويه المناعه واعطاء الجسم ما يلزم لتنظيفه من الراديشن. كل ده كوم ادخل. انت قلت الموضوع ده ليه اصلا النهارده؟ نجيب الميزو دي في اليابان، احنا مالنا؟ انا بتكلم على من احد اهم الحاجات لو حصل اي مشاكل نوويه. لما بيحصل مشاكل نوويه جسمك بيدخله نظائر مشعه، يعني معادن مشعه، يعني حاجات بتخلي الجسم يتكاثر بسرعه فتحصل له سرطانات. عايزين حاجه تلم البلاوي اللي دخلت الجسم دي، زي ما دكتور أكوزوكي الله يرحمه بقى قال ان احنا نلم الحاجات دي من الجسم. فشوربه الميسو لما تشربها كل يوم ما يحصلكش راديشن. الدكتور قال انا كنت على بعد ميل واحد من الراديشن، وانا والممرضين ما حصلناش اي حاجه، وان احنا عشنا على ثلاث حاجات. شوربه الميسو ثلاث اربع مرات في اليوم، الوكامي، الوكامي ده أعشاب البحر، السيويد عشان اليود. تالت حاجة الرز البني، قال في كتاب كيف نجوت من ناجازاكي 1981، التلاتة دول خلوا المرضى وخلوا كل الطاقم الطبي لم يصاب بأي راديشن على بعد ميل واحد. فدي حاجة يعني ملحوظة جدا. الموضوع ده زاد في تشيرنوبل سنة 86 لما حصل موضوع في كوشيما، زاد استهلاك الميزو لأنهم عارفين إن الميزو بيمسك الراديشن من الجسم. فخلاصة الموضوع حتى لو ما فيش راديشن، شوربة ممتازة طعمها حلو أحسن من الإندومي وأحسن من الحاجات اللي بتجيب سرطانات دي، تحميك من السرطانات وتحسن هضمك وتزود مناعتك وتديك سيلينيوم، وفيها كبر وزنك على فكرة، وفيها بروتينات عالية قوي عشان جاية من الصويا برضو.
يعني فيها حاجات كتيره قوي. فدوروا على فكره دبي فيها شوربه ميزو، رومانيا فيها شوربه ميزو، فما اعرفش بقيه البلاد العربي اعملوها، يا ريت حد يعمل لنا من مطابخ فكر تاني عمل شوربه الميزو المفيده.